مع ملف السكن، طمأن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل الزيتوني بأجزاير العاصمة المستفيدين والمكتتبين في إطار برنامج البيع بالإيجار، حيث قال إن كل البنايات المشيدة تحترم المعايير المضادة للزلازل. طمأن جميع المكتتبين ولا جميع من لبينيفيسيار تاع سكنات من نوع البيع بالايجار اديال، ناكد كيف نوعيه انطلاق في الاشغال. الحاله الاولى هي التاكد من نوعيه الارضيه تكون قابله للبناء، هذه الاولى، وتكون فيها ماشي غير فيها عده مهندسين، وعلى الاخص الهيئه الاخيره هي الهيئه سي تي سي، هي اللي تكونفيرمي قبل اختيار الارضيه. الشطر الثاني هو قبل بناء في صب الخرسانة ولا عمل الحديد، هناك مهندسين يعملوا دراسات حسب معايير تقنية ضد الزلازل للبيا، وهناك الهيئة التقنية. ما نقدروش واحد ما نقدروش نبداو في هذه السكنات قبل ما يعود يكون ان الختم تاع الهيئة هذه التقنية تاع سي تي سي بلا بها. دونك انا ناكد بلي كل الامارات ولا كل السكنات ما نقدر وما غير مسموح لنا بلي نقدروا نبداو في الاشغال هذه لو كان ما تكونش فيها الختم، لاكد ان هذه السكنات معموله بالنسبه للاربيا اللي هو